هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الإعلاميين بمناسبة الذكرى 63 لانطلاق البث الأول للإرسال التلفزيوني في مصر في 21 من شهر يوليو عام 1960. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن التلفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة، وشكلوا وجدان الأمة بإبداعاتهم التي تربى عليها أجيال عديدة، مضيفا أن أبناء الإعلام الوطني يواصلون أداء دورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات العصر.